قالت الأمم المتحدة إن نحو 2,200,000 يمني يعيشون أوضاعا مأساوية في النزوح. وقال جورج خوري المدير القطري بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إن عدد النازحين في اليمن بلغ نحو 2,200,000 نازح. وأضاف خوري أن النازحين يعيشون أوضاعا مأساوية وأنهم بحاجة إلى المستلزمات الأساسية من الغذاء والمأوى وبحاجة للحصول على مصدر دخل.